انتوا يا جماعة بتسألوا بابا الأسئلة الصعبة. طيب يا جماعة بصوا بقى، المرة دي التحدي صعب، لو وصل الفيديو دوت لألف وخمسمية لايك خليها ألف لايك زي كل مرة. ألف لايك هيوصل. لو وصل الفيديو دوت لألف لايك هنرجع مصر ونعمل لكم فيديو يوم كامل محمد أصبح متشردا. بين قوسين ضحكة شريرة، أوكي؟ ما بعرفش أضحك ضحكة شريرة. برد برد. بنا برد. سوف أنتقم منك. برد برد برد. لا 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 لا. اوعوا. أقول لكم على إن إحنا خلاص بكرة هيكون آخر يوم لنا في روسيا إن شاء الله. يعني بكرة هنعمل لكم آخر يوم لنا في روسيا، وشوفوا لو عايزين أي فيديو بقى بكرة علشان نلحق ننزله، عشان بعد بكرة إن شاء الله هنرجع مصر خلاص. أوكي فيلا قولوا لنا. Cause a princess doesn't cry, a princess doesn't cry. Over monsters in the night, don't waste our precious time on boys with pretty eyes. A princess doesn't cry, a princess doesn't cry. Burn it like a fire, you feel it all inside, but wipe your teary eyes. Cause princesses don't cry, don't cry, don't cry, oh, don't cry. Don't cry, oh, don't cry, don't cry, don't cry, oh. Cause princesses don't cry. Girls so pretty and voiced and soft to the touch, but God made me rough. Girls so heavy the crown, they carry it all, but it's weighing me down. No, I'm fine, I'm lying on the floor again. You crack door, you're only gonna let them in. And you won't come undone. Cause a princess doesn't cry, a princess doesn't cry. Over monsters in the night, don't waste our precious time on boys with pretty eyes. A princess doesn't cry, a princess doesn't cry. Burn it like a fire, you feel it all inside, but wipe your teary eyes. Cause princesses don't cry, don't cry, don't cry, oh, don't cry. Don't cry, oh, don't cry, don't cry, don't cry, oh. Cause princesses don't cry. I'm always my time, keep it in a jar, I'ma leave it for the next one. Yeah, I'm fine, I'm always my time. هلو بنبوناتنا الحلوين، النهاردة رجعنا لكم بفيديو جديد، وفيديو النهاردة هيكون عن لو خيروك، يعني النهاردة الفيديو النار تحدي تحدي. طبعا بما ان التحدي ما بيني انا ومحمد، فاكيد يعني مين اللي هيسألنا مش انا ومش محمد. معانا النهاردة الضيفة الجميلة جوليا، نورتينا يا جوليا بنور كامل. طيب جوليا طبعا هي اللي هتسأل الاسئلة، جوليا ديت اللي هي مرات علي اخويا، فهي جت وفتحنا لها الاسئله بتاعت حضراتكم الجمال الكتكوتات البنبونات الجميله، وهتقرا الاسئله وبعد كده احنا انا ومحمد نجاوب. فبس يعني للاسف بس عايزه اوجه نظر حاجه، يعني تقول حاجه. اقول حاجه ان احنا مش هنطلع التعليقات، يعني مثلا انا هقول كذا بيقول كذا، يعني مثلا نقول يوسف محمد بيقول كذا، يوسف محمد دوت مش حد، ده يوسف محمد دوت يوسف، ما هو اسمه يوسف محمد. المهم يلا بينا خلاص، فهمتوا؟ يعني ما فيش تعليقات هتظهر، انا اسف يعني لان الشحن والتصدير ووقت وتضييع وقت المهم يلا بينا نكمل. فيا جوليا يلا افتحي التعليقات وهتطلع تعليق عشوائي، مش هنطلعهم كلهم لان التعليقات كتير جدا، فاسفين مش هنطلعهم كلهم، ومش هيكون في جزء تاني كمان، يعني هو جزء واحد بس كفايه. يلا اسالي. اوكي السؤال الاول لمين؟ هنشوف. اوكي حلو دوت، من آية جينين بتقول لو خيروك يا محمد تطلق ايمي ولا تاكل شاورما طول حياتك؟ لا طبعا اكيد اكل شاورما، يعني ايه السؤال الغريب دوت؟ ايه يا حبيبتي دوت، ده اكيد اكل شاورما، يعني مش معنى كده ان انا بحب ايمي ده انا بديها بالجزمة القديمة، بس الشاورما احسن. اوكي يلا نشوف السؤال اللي بعده. من مريم ستارز بتقول اتحداك لو خيروك يا ايمي تضربي يوسف بالقلم كف، يعني بالقلم، او تضربي نفسك بالقلم. هي عامله لمحمد ولايمي، يلا يا ايمي جاوبي. اكيد اضرب نفسي، يعني يوسف ده حبيبي والنور حبيبتي، يعني مش هضربهم اكيد. يا جماعه نسيت بس اقول لكم مين دي مايا العسوله بنت جوليا وعلي، يعني بنت عم نور ويوسف. ايوه طيب. ولمحمد برضو من ميار مريم ستارز، سوري اسفه، مريم ستارز بتقول لك السؤال ده هيبقى رخم بالنسبه لمحمد. يا محمد تدي ايمي البطاقه اليوم كامل ولا تاكل سمكه نيه قدامنا؟ ايه انا لو اديت ايمي البطاقه لتلات دقايق بس هتفرتكها. اكل سمكه نيه، هاتي امي هاتي سمكه نيه. يا سلام ده انا اقوم اجيب له سمكه نيه حالا. طيب يا جماعة في بداية الفيديو انا نسيت اقول لكم ان احنا جايبين شوية الحاجات ديت قدامكم علشان ايه، يعني فيها حاجات ممكن نحتاجها، شطة، فلفل، ببرونة، سمك ناي، لان عارفة ان قريت السؤال دوت فكنت متأكدة ان جوليا من ذوقها انها تديهوله.
فيلا عشان نعاقبه. يلا يا حبيبي يا محمد امسك يلا هاتي يا معفنة، ما تشتمش. ايه السمك؟ ايه انا بكره السمك اصلا. خلاص بطل افوره. طيب راح رجع. يلا شوفي لنا سؤال بقى لغايه ما هو يرجع. طيب ماشي، السؤال اللي بعده لإيميو من او لا 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 خلاص دوت احلى لمحمد. تعالى يا محمد، عايزه ايه؟ الله يقرفك، عايزه ايه؟ واحد بيسألك او واحدة مش عارفة، المهم اسمه سيد دك. قولي. طب اعدل وشك، اعدله ده انت. ايه ده؟ حاضر. سيد دك بيقولك ان انت ثانية واحدة معلش، تشتري ايفون 12 لإيمي ولا تعمل نفسك متشرد ليوم كامل؟ ايه؟ والله حرام بقى، يعني ده ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي يا جماعة. جات لي فكرة، استنى طب هعرف رده. انتوا يا جماعة تسألوا بابا الاسئلة الصعبة. ايوه كده يا حبيبة بابا، دفع البابا. رد على السؤال. يلا يا ماما، يلا يا بابا بقى. اوف خلاص اكون متشرد اليوم كامل. ايوه يا سلام، اخيرا هو ده اللي انا كنت مستنياه. طيب يا جماعه بصوا بقى، المره دي التحدي صعب. لو وصل الفيديو دوت ل 1500 لايك، خليها 1000 لايك زي كل مره. 1000 لايك. ايوه وصل. لو وصل الفيديو دوت ل 1000 لايك هنرجع مصر ونعمل لكم فيديو يوم كامل محمد اصبح متشردا. بين قوسين ضحكه شريره. اوكي ما بعرفش اضحك ضحكه شريره. اه يا حرام. اوف. فلو الفيديو دوت وصل لألف لايك زي ما انا قلت لكم، هخلي محمد في مصر يوم كامل يكون متشرد. استغفر الله. طيب ماشي ماشي، سوف انتقم منكي منكي. مالكيش دعوه بقى. يلا يا حاجه انت، يا جوليا انت اسالي السؤال اللي بعده. طيب طيب السؤال اللي بعد كده بيقول من بنت او ولد اسمهم رمضان كريم ليا، اعتقد بنت يعني. المهم بتقول يا محمد تتحداك تاكل 5 ليمونات ولا تنزل الشارع وتقعد تقول انا مجنون انا مجنون انا مجنون. اكل 5 ليمونات يعني، انا عادي بحب الليمون. طيب الحاجه الوحيده اللي ما جبناهاش ليمون. مش مهم خلاص مش مهم. طيب كده كده يا حبيبتي او انت يعني ايا كان رمضان كريم ليا، محمد بيحب الليمون فخلاص يعني عادي. يلا شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعد كده من توكا بوكا بتقول لك تقصي شعرك يا ايمي ولا تطلعي في البرد؟ ايه ده مش عارفه، السؤال محير. يلا بس عشان الوقت بيخلص، ما كل واحد ليه وقت في الرد. يلا يا ماما ردي، انا معاكي. يلا يا ماما ردي، هتكسبي هتكسبي يا ابني. اسكت انت شويه، استنى عرفت خلاص، هطلع في البرد وخلاص يعني. انا مش فاهمه، انا هطلع في البرد. طيب مش هنطلع، ايمي هتطلع معايا في البرد وبعد كده انا هكون واقفه جوه وهي بره يعني، اما نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. طب بس البس الايس كاب بتاعتي، الدنيا تلج بره. لا ما هو اطلعي زي ما انت كده. يوه اوعى بقى، ايوه كده احسن، تستاهلي. اسكت انت، مش ساكت، مش بخاف منك. اوف الدنيا برد برد برد. الدنيا برد. هاي تستاهلي، اسكت يا عيني. يا سلام دلوقتي يا عيني، ومن شويه لما انا كنت متمرمط انت ما تمرمطتش. ومين اللي كل القرف السمك؟ هو دي كده مرمطه؟ مرمطه طبعا، السمك حتى اسمه السمك. على فكره عادي في ناس بتحبه يعني، انا بكرهه. ايه سمك؟ ايه طب ما انا مش بحبه، بس مش لدرجتك يعني. هو اصلا في حد بيحبه؟ ايخ ايخ. ايوه في ناس بتحبه. خلاص افوار. يلا السؤال اللي بعده.
اوكي، السؤال اللي بعد كده من انجي ستوري لمحمد. هو ايه كله لمحمد؟ محمد ما فيش ايميا خالص. بتقول لك ايه رايك تدي الفيزا لايمي يوم كامل تعمل اللي هي عايزاه، ولا تطلع بره ربع ساعه في التلج بلبس صيفي؟ يا نهار ابيض، ايه ده، برافو عليك يا انجي، يعني شاطره جبتيها من الاخر. يلا وقتك. خلاص هدي الفيزا لإيمي في المشمش. طيب يبقى هو كده اختار ان هو يدي الفيزا لإيمي. يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده من عمر ونور. ان اند ايه لإيمي، يعني بتقول لو خيروكي تطلعي سوري تجيبي لنور ويوسف هدية بفلوسك، او تطلعي في البرد 5 دقايق؟ لا طبعا اكيد اجيب هدية لنور ويوسف بفلوس، يعني نور يوسف اكيد قلبي طبعا، شفتوا انما هو ندل، وانت بالك انت حد حشرك، اما انت قليل ادب صحيح يا سافل، وانت مالك؟ كملي يا جوليا، معلش حقك عليا. لا لا عادي ما بزعلش منه، ده عامل زي اخوه بالظبط، هو كده هو نفس الاخ بالظبط، ما شاء الله اخوات بقى، يعني يعمل ايه تبقى الاصل، ربنا يكون في عوني انا وجوليا، دعولنا ان شاء الله دعولنا. يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. ماشي، بعد كده السؤال اللي بعديه من رنا عزام لمحمد. بتقول لك لو ايه رايك تحرم نور ويوسف من الاكل لمده يوم كامل، او تجيب لايمي تليفونين وايباد ومكياج والكلام دوت؟ لا اكيد يعني اجيب لايمي ومكياج والحاجات ديت، مع اني مش طايقها يعني المهم اكيد يعني اكيد مش هحرم نور ويوسف يعني، فهجيب لها وخلاص. طيب فهو قال ان هو يجيب لها. يلا نشوف السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعد كده من ندى واحمد. ايه ان فاميلي بتقول لايمي تضربي نور ولا تضربي يوسف؟ نعم لا مش هضربهم الاثنين. طب لو عملوا شقاوه؟ لا هضربهم الاثنين يعني اكيد، اعتبريني هضربهم الاثنين. ماشي، مع انه سؤال غريب. ماشي السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده من قصص هوم. بتقول لمحمد لو خيروك يا محمد تعمل يعني تنزل الشارع قصدي وتقول ان انت حمار بصوت عالي جدا، ولا تاكل اكل كلاب؟ يا نهار ابيض، اكل اكل كلاب يعني؟ طب ثانيه اشوف جبت اكل كلاب ولا لا. اكل كلاب اكل كلاب، مفيش هنا اكل كلاب، ما اعتقدش اني جبت اصلا. وريني كده انت جبتي؟ يا خساره، كان نفسي تجيبي يا جماعه، معلش ما جابتش هي اكل، ما جبتش ليه؟ حرام عليكي، والله ما جاش في بالي ان جبت اكل قطط. بس يمشي اكل قطط؟ لا بس هو السؤال اكل كلاب يعني. خلاص للاسف كان نفسي يبقى موجود. اترزعي مكانك ولا تهدي. اوف، يلا كملي. اوكي اوكي عجبني السؤال دوت، السؤال دوت جامد يعني. لو خيروك لمحمد يا دي النيله ايه المره دي، الحس الارض ولا مش ولا ثانيه واحده افكر في بلوه، ولا ارمي نفسي في النار؟ لا 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 اهدى بس. طب قولي. بتقول لك هي اسمها هنا محمد، ان انت يا اما تطلق ايمي ولا تسافر دبي وتسيب ايمي في روسيا. السؤال ده يلا يا حبيبي رد وريني. لا الصراحة يعني ما اقدرش ولا ده ولا ده، يعني ما اقدرش اسيبهم واسافر، لان لو سبت ايمي هسيب نور ويوسف، ولو طلقت ايمي يبقى هبعد عن نور ويوسف، وهبعد عن ايمي برضو، وهبعد عن كاندي، فانا بحبهم كلهم زي ما هما كده، انا عايزهم معايا. لا اصيل. يا سلام. اه والله شفت انا طيب ازاي، حاسه مخبي حاجة كده. يا دي النيلة يا ريتني ما جاوبت. خلاص خلاص حلو الجواب، خلي كده مش فاهم انا يعني عايزاني اقول ايه. تعالي يا مايا فهميها. صغيره ومش فاهمه، يا ريتك كنت فاهمه حاجه. انا فاهمك يا بابا، انا فاهمك. ايوه انت حبيبه بابا. طيب يا جماعه يلا نروح للسؤال اللي بعده. اوكي واو حلو دوت، ما دام حلو يبقى ليا ولا ايه؟ هو ايه اللي جاب المصور هنا؟ ثانيه واحده معلش يا جماعه، هننقله لكم ثانيه واحده بس. ايه اللي جابه هنا ده؟ بس خلاص شلته. المهم قولي اكيد لمحمد يعني.
لا 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 ليكوا انتوا الاثنين. هو اسئله شريره. هي رولي من رولي او رولي ما علينا بتقول ان هي معلش اتاخرت. مع عادي يا حبيبتي، ما اتاخرتيش في حاجه. ليه روحي ما اتاخرتيش، المهم بس تشوفي الفيديو. يلا المهم بتقول لكم ايه رايكم الايمي الاول تعضي محمد. يا نهار ابيض عليكم، ده انتوا بتكرهوني. تعضي محمد ولا ترمي تليفونك من الشباك؟ لا عض محمد، ابعدي. تعالى خلاص مش هعضك. لا يا جماعه الصراحه ارمي موبايلي من الشباك، يعني تعمل محمد معفن اصلا. اه يا لا ايوه اكذب يعني انت عشان طعمي معفن ومش عشان ان انا متعورش؟ لا وانت تعور ليه يعني؟ انا هعضك. شفتوا النداره بتاعتها؟ طيب نروح لسؤال لمحمد. ان انت ثانيه واحده تاكل لحمه، هي انا مش فاهمه بس هي غالبا بتقولك تاكل لحمه ايمي. ايه ده ايه ده ايه ده، تاكل لحمه ايمي ولا تنزل الشارع بنص كم؟ ليه ليه ليه، اكيد لحم ايمي وحش، تام وحش وطعمه يخلي الواحد يرجع كده، فاكيد اكيد انزل الشارع بنص كم بالليل. ما هي كاتبه بالليل وانا نسيت اقول، مش مهم، المهم انزل بالليل. طيب ماشي، شفتي يا جماعه؟ المهم يلا على اللي بعده. معلش يا جوليا بس يا جماعه، وانتوا كمان يا جماعه خلي دوت اخر تعليق، لان الصراحه الفيديو طويل يعني واحنا زهقنا، فخلي دوت اخر فيديو او اخر تعليق. ماشي خلاص اوكي، هدور على تعليق كده وعشوائي ويكون في السؤال اللي كنتوا الاثنين. طيب ماشي يلا. اوكي ده حلو. من حليمه الجوري بتقول لمحمد الاول تطلع بنص يا دي النيله، انا لسه ما كملتش يا عم الحاج، انت كملي. تطلع من غير حذاء في اي مكان فيه تلج، يا لهوي، ولا ترمي تليفونك من البلكونه؟ لا اكيد ارمي تليفوني من البلكونه، فين تليفوني؟ تعالى تعالى خلاص ما ترميهوش يا عم، عادي عادي يلا اوكي. ولا اقول لكم غيرت رايي عشان ابقى عملت حاجه في الفيديو بدل الطيشه اللي انا فيها ديت، هطلع اقف في التلج شويه من غير جزمه. استنى بس تعالى لحظه سيبيه، انا هجيب له لبس من جوه. ثانيه واحده اجيب لك لبس من غير جزمه. جبت لك احلى طقم، يا لهوي يلا البس يا لهوي يا نهار ابيض. انا هطلع كده، ايوه اطلع يا لهوي. برد برد برد، لا 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 اوعوا. ايه متسول التلج؟ اها اوعي، ده انت بارده. هو كل فيديو تقولي ده انت بارده وتقعد تتقمص على الكرسي بتاعك، يا سلام. طيب يا جماعه كده نكون خلاص خلصنا الاسئله، انا همشي بقى عشان كده كده بس تستل. ايه ده ايه ده، مين اللي لبسني عشان ايه كده كده؟ مايا بدات تعيط، فخلاص يا مايا يا حبيبتي انا هنا، فخلاص هاخدها وامشي بقى. طيب ماشي مع السلامه، خدوا موبايلكو يلا مع السلامه. طيب يا جماعه زي ما انتوا شفتوا ان جوليا خدت مايا ومشيت، وانا هشيل البتاع ديت. كان نفسي الصراحه ايه اخد شويه فلوس من محمد. طيب واضح ان انا جالي برد، عايزه اكح. المهم كده خلاص نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتنا لو انتوا اول مره تشوفوها، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل فيديو جديد احنا بننزله. انزلوا بقى عشان تقولوا وبس كده. باي. معلش 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 قبل بايو نسينا نقول لكم على ان احنا خلاص بكره هيكون اخر يوم لينا في روسيا ان شاء الله، يعني بكره هنعمل لكم اخر يوم لينا في روسيا. وشوفوا لو عايزين اي فيديو بقى بكره علشان نلحق ننزله، عشان بعد بكره ان شاء الله هنرجع مصر خلاص. اوكي فيلا قولوا لنا، يلا باي. مش انت اللي بتقول وبس كده؟ باي.